اهلا وسهلا غزالات ديالي، كدرتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ كمدوزي العطله؟ نتمنى ان شاء الله اموركم كلها تكون مزيانه. ملي كتعرفوا انتصار غدا لابسه البلدي والجلابه، كتعرفوا غدا معروضه، ما يمكنش يمشي شعراده بلا جلابه. فمهم اليوم غدا معروضه عند صديقتي وصديقه العائله سناء من قناه سنسونه، اللي غنيه عن تعريف انسانه غزاله طيبه متوله. المهم اليوم كبرات بينا، الله يكبر بها. غادي معروضين عندها الغدا ان شاء الله. المهم ما حاولتش نبدا لكم نهاري من الصباح لان كان عندي جلامي تقدا وصافي، يلا لحقتها كنوجد دابا هذه الوحده باش يلا نمشي ناخذ ليها ان شاء الله شي حاجه ندخلها معايا. فمبغيتش ندي داك الشيء ديال الحلوه ولا الحليب كما تعرفي، اول هكا فاش كتغني غدا هكا لشي عراضه ولا ضيافه كتبغي دير شي حاجه في يدك، فقلت ناخذ معايا شي حاجه هكا اللي مختلفه. واكيد غادي نحاول نعطيكم افكار، نشارك معكم بعض الافكار، سورتو غدا لواحد المحل اللي زوين عنده داكشي هكا ديال هدايا تقليديه زوينين. المهم غادي نحاول نشارك معكم هكا غير مقتطفات قبل ما نوصل عنده، وانتم مدوزين معايا ان شاء الله العشيه ديالي. دابا جيت للسونتر تاجفين ولا مول تاجفين اللي كاين حدا داري هنايا باش نمشي ان شاء الله ناخذ واحد الكادو هكا اللي يكون تقليدي ناخذو نديه معايا ان شاء الله لسناء. وبغيت نسلم على البنات اللي تلاقيت بهم هنايا البنات غير كندخل في ماشي سبحان الله كنلقاهم بزاف كيعرفوني. مهم كنسلم عليهم تحيه كبيره اليوم، كنقول لكم كحماق عليكم في ماشي كنفرح يعني باللقاء بكم. مهم دابا جيت هنايا نمشي لواحد المحل كيعجبني عنده داكشي ديال التقليدي. المهم البنات انا وصلت لهذا المحل واللي هو عباره عن تعاونيه كيديروا هادشي التقليدي. المهم انا اللي عجبوني حمقوني بزاف اللي هما هاد الفوطات هادو، كيجيو تقليديين زوينين فيهم لوينات فنين، كاين هاد الحمر هذا، كاين الماغون ديالهم كما شفتوا عرفتي، هادو يجيو في الحمام كلاس ويجيو انيقين. ماما عجبوها هادو قالت لي البيض باش زعما الا كان عندها اي لون في الحمام يمشي معاه. انا صراحه عجبوني داك الكرونه اللي كان ربما هي ما عرفتش انا حمامه كيفاش داير. كاينين هادو في البيج عاوتاني، عاد كاينين لي بواط ديال الكلينكس. مهم الفوطات هنايا كلهم كيجيو فيهم لمسه تقليديه، وكاينين بحال هاد لي بواط هادو. المهم دابا انا ناخذ ان شاء الله غير ليها شي حاجه، ومن بعد انا عاد غادي نرجع ان شاء الله عند الاخت فاطمه تبارك الله عليها ظريفه بزاف والتعامل ديالها زوين. كاينين بحال هاد بحال اش كيتسموا هادو ماما، بحال طبيقات، طبيقات تقليديين كاينين عندها ليناب. المهم ليناب كما شفتوا اللي بغى الواحد يمشي هكا سيغي واحد، كاينين ديناب فنيين، وعاد كاينين هاد لي بواط هادو ديال الشوكولا ديال الحلويات تبارك الله بدعوا فيهم ولاو فنين يعني كتلقاو شكيلات زوينين. هادوك بان ليا بهادوك لي بوبال اللي كيجيو تقليديين في الحمام، هادو بانوارات ياك اختي؟ هادو ان شاء الله ضروري منين نمشي ناخذ بانوار ضروري، نيت خاصني تما واحد بانوار. كاين هذاك شو هذا اللي عجبني بزاف هذا في الاحمر. المهم ان شاء الله الا بغيتو من بعد ونعاود ندير لكم هكا دويره عند فاطمه تبارك الله، هما يعني كيديروا هادشي كلشي اخصائيين في هادشي التقليدي، ليناب الفوطات عندهم حتى لي كوفرلي. شوفوا هذا ديال الحمام شحال واعر، لا هذا ماشي ديال الحمام، هذا ديال البيرو. المهم هي ديال البيرو داكشي. كاين هذاك فين كدير الوراق والسيلوات زوينين هادو. المهم كاينين هادو ديال البيبي البنات هكا اللي بغيتو تصاوبو شومبغ ديال البيبي، عاد كاينين وحدين صغيورين ديال الفوطات بحال هادو. انا ان شاء الله تنبعدو ناخذ شي حاجه هكا صغيره ليا صافي. المهم حاولت ندير لكم غير دويره خفيفه ظريفه. المهم ماما عجبوها هادو، هادو بان ليا هما اللي غادي ناخذ ان شاء الله. كاينين هادو ديال البلاطو ياك؟ اونسي ميلي كوير هادو. زوين هادو ديال البلاطو حتى هو، لا زوينين تبارك الله عليكم يعطيكم الصحه شكرا. المهم هنا لقيت حتى الشريبلات هادو زوينين بزاف، شوفوا هادو، هادو تما ان شاء الله ناخذ شي وحيد منهم. كاين هاد الكرونه هادو، شوف الكرونه شحال غزال. كاين هاد البلو هذا، الشريبلات تبارك الله بدعوا فيهم. شوف هاد لي بوكس هادو شحال غزالين، شحال زوين تبارك الله هادشي. هادي الصوينيه بالكويسات ديالها، زعما ما شاء الله على الصانع المغربي دائما الابداع. هادو اللي عجبوني مؤخرا ولاو كيديروا فيهم كتجمعي فيهم لي سيرفييت هكا اللي بغيتي تحطيهم شي عراضه فوق الطبله. هادي البنات كانوا بزاف سولوني عليها، انا كانت عندي وحده كبر منها كان جاتني كادو. المهم راه كتلقاوهم عندهم ان شاء الله من بعد، ونخلي لكم البلاصه فين جاتهم التعاونيه. واخا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا هاد
غزال شوفوا البنات هذا الكوفر لي هذا، شكرا. مسكينه البنت كتحل لي نشوف، شكرا. كيجيو متروز طريزات كيجيو فيها كف في الدوغي، شو على طريزات دوغي ولا ارجونتي؟ دوغي ولا ارجونتي. لا تبارك الله غزال ما شاء الله عليكم كبير. عاود كيديروا بحال هادو، هاد لي بواط ديال المصاحف بحال هكا كيجي فيهم مصحف، هادو حتى هما زوينين تاخذوهم ككادو. كاين فيهم اللوينات، كاين البيج نوار الكري، كاينين هادو عاوتاني ديال لي بلاطو، هادو زوينين. انه هادو البنات هذا راه بلاستيك يعني كتقدر تمسح، ماشي توب. مثلا تخوالك عليه شي حاجه كتدير، ماشي بحال هادوك التوب كيكونوا صعاب بحال هادو التوب، هذا بلاستيك. كاين هاد البواطه هادي ديال الكلينكس حتى هي كتجيب الرجيلات ديالها كيما شفتوا، تبارك الله غزاله حتى هي. هادي هادو كنت المملحات، المملحات هادو كي كيجيو فني تبارك الله. شوفوا هادي البنات الماغون، دابا حرنا ما بين هاد الماغون هادي، نعجباتني الماغون وعجبتني الماغون وعجبتني الكرونه، ما معجبها البيض. سبحان الله كله ذوقه. المهم انا عجبني الماغون بزاف صراحه. وهنا هادوك لي بينوار كيديروا حتى لي بينوار بيرسوناليزي، يعني كيقدروا يكتبوا لك فيه السميه، سميت راجلات هكا الا غادا ديه العروسه مثلا تكتبي ليها فيها سميتها هي وراجلها، ولا هادي مكتوبه برايد، هادي العروسه اكرام. المهم شي وحده سميتها اكرام كنباركوا لها والكادو ديالك موجود. صافي. المهم حاولت ندير لكم هكا غير دويره هنايا، تبارك الله هادشي غزال. المهم هنايا فواحد الطبيله اخرى مفرشين هاد لاناب، هذا كله كيجي هكا متروز بلدي تقليدي، كيجي فيها الطريزات هادو تبارك الله. لي ناب واحد ينسيك في الاخر، عندهم موديلات غزالين. شنو فيه؟ نابوسونا. نابوسونا فوقانيه وعاد عندها التحتانيه، وهذه التحتانيه كنت هي مرشوشه من التحت. بنفس الطريزات اللي فيها. لا زوينه تبارك الله. ديال التوب راه غزاله، لا ثقيله لا. وهادو لي سيرفييت ها هما، وهذا كيجي الوسط، هذا كتقدروا تاخذوا معاهم حتى دوك بحال كيجيو هما، كتقدري ديرهم تغطي بي كتغطي بهم الصواني. هانتوما هذه زوينه صراحه تبارك الله ما شاء الله كيجيو غزالين. ها هي غادي تجبد لينا هذا الكاش بلاطو، هاد باش زوينين جلد كيتمسحوا. شفتهم. المهم في الاخير قررنا على هاد لابواط هادي ديال الفاطي، المهم راهم جمعوها لينا هنايا في السلوفان. انا عجبتني هاد الفكره، يعني تجي فكره زوينه ككادو داخله عند شي وحده اول مره للدار، ولا مثلا عروسه ولا هذا، تجي فكره زوينه. هادي مثلا لي بواط كلينكس هادي مثلا هي اللي كتمشي مع هادي، لانه تقريبا جاو نفس الطريزات ديال هذا، وماما بغات تاخذ هذا ليها. هادي حتى هي بواطه ديال هادي اللي كنت وريتكم قبيله، هما الطريزات فيها فني، وكيجيو معاها مثلا بغيتي تاخذي الفوطه ديالها، كاين الفوطه المويان الفوطه الكبيره عاد الفوطه الصغار، كتجي فيهم نفس الطريزه، وكتقدروا تلقاو حتى البواط كلينكس. المهم ها هي بحال كفكره بحال هادي، غير هادي في البيج، وكتلقاي عندهم حتى الماغون ديالها. هادي اللي عجباتني، هادي اللي قلت لكم قبيله عجباتني في الكرونه ولا البوغدو، هذا هادي عجبتني بزاف، كتجي هكا في الرجيلات ديالها. هذا كيجي دار شومان دو طابل سينو تديري جوتي دلي مع هاد لي زوغي هادو كيجيو ديكوراتيف. كتقدري تلعبي بيه على جوج لعبات، كتقدروا ديروا هذاك الشومان دو طابل تحطوه وسط الطبله مثلا اللي كنتو دايرين ناب سامبل، ولا كتقدروا ديروه في فوق هكا لولي ديالكم، ديروا معاه هاد المخدات هادو كيجيو متروزين ياك، هذا كله كلشي متروز. كلشي هادشي متروز، هادشي كامل طرز تبارك الله ما شاء الله، لا غارونتي لا في الحرير لا في الثوب كلشي. لا تبارك الله الوينات فني. هذيك لانا بلي مفرشه هادي لوتر كولور ديالها، لي كولور رويال. لا زوين تبارك الله ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم الصحه. الله يبارك. كاينين عاوتاني البنات بحال هاد لي بلاطو هادو تما فيهم طريزات بحال مثلا كيكونوا في لاناب، مثلا كتقدروا تاخذوا هكا وحدين زوينين هادو الصغار، وكاين الكبار ديالهم. كاينين عاوتاني انا هادو عجبوني ان شاء الله، هادو هما اللي غادي ناخذ. هادو جاو في لارجونتي لان عندي البراد في لارجونتي، وداكشي كاين هادو فيهم لارجونتي والذهبي، وهادو عاوتاني حمقوني هادو. شوفوا هادو كيجيو حتى هما هذوك ديال الكلينكس ديالهم. مهم دابا خرجت من عندها، خدينا داكشي اللي ناقصنا صراحه، ما سخيتش نخرج من عندهم، داكشي عندهم كيحمق غزال. انا ما تعرفوني من عشاق الصناعه المغربيه التقليديه، وحتى التعامل ديال الاخت فاطمه ما شاء الله ظريفه بزاف، التعامل ديالها زوين. غادي نحاول نخلي لكم رقم الهاتف وكذلك العنوان المضبوط ديال التعاونيه ديالهم في صندوق الوصف، هكا ان شاء الله بغيتو تجيو تشوفوا الموديلات ولي زارتيكل اللي عندها، ونعاود نتلاقى بكم ان شاء الله.
13 حسبته منا. صافي شاطره. المهم بقيت اختاريت هذا البوكي، هذا الفلوغ اللي جا فيه وريدات غوز وحمرين وبيضين، صايبته لي صراحه بطريقه زوينه. ولي فلوغ دابا تبارك الله ولاو موجودين حتى للمحلات ديالهم، ولاو موجودين هكا كيجيو كفكره زوينه تدخلي بهم للدار هكا الضيافه عند شي وحده ولا اول دخله للدار عندها، كيجيو فكره زوينه. وهي البواطه ديالي دابا غادي نمشيو ان شاء الله نشدو. المغاربة ضروري اللي ما وصلش معطلة ما كيتسماش مغربي ولكن لا صراحة لأن كان طريق شوية عامرة. مهم ها هي معايا الغزالة سناء من قناة سنسونة، أكيد غنية عن تعريف وبزاف منكم كيعرفوها. شي كلمة كلمة مرحبا بك أختي عندي ولا خطيك، وأنا كنحمق عليك بزاف. الله يكبر بك أختي سناء، وما عمرني غنسى داك الخير اللي درتي فيا، ما عمرني ما غنساه وديما غادي نقولوه لك. بارك الله فيك أختي، ميرسي بوكو. شكرا بزاف. مهم هي كما قلت لكم صديقة العائلة، صديقتي أنا، صديقة ماما، وأكيد كتعرف عائلتي وحضرت معنا يعني مناسبات. الله يديم المحبة إن شاء الله، لأنها فعلا هي إنسانة طيبة وغزالة، وأكيد البنات اللي كيتبعوها راه عارفينها. المهم هذا ما كان، غادي نحبس دابا الكاميرا باش ناخذ راحتي. يلا نتلقى بكم بعد. Thank you.
الدار. مهم الحمد لله دوزنا عشيه غزاله مع الغزاله سناء من قناه سنسونه، طيبه انسانه غزاله قلبا وقالبا. انا وعائلتي صراحه استمتعنا مع بالجلسه بها وما سخيناش بها، تبارك الله ضيفاتنا كرماتنا بنت الدار الكبيره وحاذقه تبارك الله، يعني كاع دوك الاطباق هي اللي نصايباهم، واكيد في قناتها غادي تحاول تشارك معكم التفاصيل ديال هذوك الاطباق اللي صايبات، كل شيء اكيد غادي تلقاوه في قناتها، لان يعني انا كيف ما قلت لكم انا غير صورت لكم الشكل النهائي، ولكن ربما التحضيرات كانت هي غادي تكون صوراتهم. غادي نحاول نخلي لكم الرابط ديال قناتها سنسونة على في صندوق الوصف الا بغيتوا تزوروها، لان فعلا انسانه غزاله وعندها ما يتقال، متوله حادقه ظريفه بزاف ومضيافه ومصوابه، يعني بنت الدار الكبيره. كنقولها شكرا من هذا الفيديو، شكرا بزاف مره اخرى على حسن الضيافه، على الكرم، على الابتسامه اللي ما فارقاتكش منين دخلنا لدارك حتى خرجنا. المهم كذلك بغيت غير نشارك معكم ماما في الاول فاش كنا عند محل اخت فاطمه في يعني في مول تاشفين، كنت وريتكم غير دوك البواطات البواطات ديال الفوطه، من بعد لقيتها انها فاش كنت انا كنسجل لقيتها هي خدامه المهم تقدات شي حويجات، انا ما تقديت ليا والو لان ما كنتش دايره بحسابي اصلا غادي ناخذ شي حاجه. غادي نوريكم غير الحويجات اللي خدات ليها هي للدار، ماما حتى هي انا كيصحاب لي انا مبليه بالمعنيه كثار مني، هي مضوبلاني. المهم بقات خدات هي هاد البواطه هادي ديال كلينكس اللي كنت وريتكم برجيلات ديالها، ولان عندها لاناب والصالون داخلين فيهم هاد اللوينات هادو بيج، وكانت عندها هي كانت ديجا واخده منيت من عندهم هاد البواطه هادي، بقات زادت وحده. كيجيو زوينين هادو، كديروا فيهم الشوكولا، ديروا فيهم النوكا، ديروا فيهم هكا لي كاطو، يعني هكا فاكهه مخلطه. وخدات معاهم هادو صغيورين حتى هما اللي جاوا في نفس الصيغي، هادو قالت لنا كتقدروا ديروا فيهم البخور، يعني ديروا بخور ديروا هكا شي حاجه هكا صرغينه ورد شي حاجه كتقدروا تزوقوا بهم موائد ديال العرادات، ولا تزوقوا بهم حتى الحمامات ديالكم مثلا مع دوك لي بواط كلينات. هذا خدات هذاك اللي كيتغطى به الصواني ولا هكا صينيه الحلوه ولا هذا. المهم انا حليت لكم واحد باش تشوفوه، هكا كيجيو فيها الطريزات هكا خفافين. المهم بقات خدات جوج من هادو، وخدات هاد الكاش هذا نخرجوا لكم، خدات هاد الكاش بلاطو هادو اللي كنت قلت لكم كيجيو بالجل كيتمسحوا، هذا خدات تاو فيها الطريزات وجاو كيجيو بالسريبتات ديالو. وصراحه خدا يعني الاثمنه ديال فاطمه مناسبه، عندها صراحه كما شفتوا معايا عملت لكم هكا غير جوله خفيفه، عندها دي زارتيكل زوينين ان شاء الله. انا مازال عاد غادي نرجع، انا ما بغيتش ناخذ انايا في هذا في الدوغي، كنت بغيت شي حويجات هكا في لاجونتي ان شاء الله يلا بصيتو معليها باش تجيبهم ليا، لان انا عندي البرارد عندي الكيسان وداكشي في لاجونتي، فبغيت نبقى غاده في نفس التيم ان شاء الله. ومنين نتقدى داكشي ديالي اللي بغيت انا ليا نديه معايا للدار يعني في كندا، غادي نحاول نشاركو معكم حتى هو. ولا هكا عجبكم هكا جولات في مثل هاد المحلات قولوا ليا ان شاء الله، وغادي نحاول نخلي لكم ان شاء الله كاع المعلومات على المحل ديالها على العنوان وعلى الهاتف ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. فهذا غادي نختم الفيديو ديالي لهذا النهار، نتمنى ان شاء الله تكون دوزتوا معايا وقيته خفيفه ظريفه. نقول لكم السلام عليكم، نلتقي ان شاء الله فيديوهات وروتينات جديده. بوسه كبيره لكم يا احلى غزالات، سلام.